واحدة من أهم أهداف الماسونية هي السيطرة على العقول البشرية، والسينما والإعلام من أهم وسائل السيطرة على العقول البشرية أو توصيل رسائل معينة. ومن هنا هنتكلم عن دور يوسف وهبي في تجسيد شخصية النبي محمد عليه الصلاة وأفضل السلام في واحدة من التجارب السينمائية، ولكن خلفيتها أكيد ماسونية. 1926، يوسف بيك وهبي أو الفنان يوسف وهبي، والمشهور عنه أنه واحد من أعظم ممثلين المسرح في تاريخ مصر. وكان يوسف وهبي قاعد في المسرح وكان عنده زيارة مهمة جدا، ممثل ومخرج مسرحي تركي اسمه وداد عرفي. الممثل ده من أصول يهودية جاي بيعرض عرض مهم جدا على يوسف وهبي، هو تجسيد شخصية النبي محمد عليه الصلاة والسلام في فيلم سينمائي إنتاج واحدة من المؤسسات الألمانية لدعم صناعة السينما، وهيتم إنتاج الفيلم ده بالكامل في فرنسا. لكن قبل ما نحكي تفاصيل الفيلم وتجسيد الشخصيات، خلينا نعرف الأول هو إيه دور يوسف وهبي في المحافل الماسونية في مصر أو في العالم العربي. على مر التاريخ والعصور الحركة الماسونية موجودة في معظم الدول، وليها نشاط واضح جدا وليها أهداف معروفة وأهداف مخفية. لكن وجود المحافل الماسونية في بعض الدول العربية ومنها مصر في فترة العشرينات أو قبلها بشوية كان حاجة متعارف عليها عادي جدا ومتواجدة عادي جدا، وكان في صحف وكان في منظمات وكان في جمعيات خاصة تابعة للماسونية وبتصدر بيانات بشكل رسمي بتعبر عن أفكار أو معتقدات الماسونية وأهدافهم المعلنة في المجتمع. لكن تم غلق المؤسسات دي كلها في مصر لأن كانت معظم الاجتماعات دي بتتم بطريقة سرية، فكان ساعتها الملك خايف من تهديد الأمن الوطني لمصر بسبب الاجتماعات السرية الكتيرة والمتعددة في المحافل الماسونية. يوسف وهبي فعليا ومعاه مجموعة كبيرة جدا من المشاهير والفنانين والسياسيين كانوا بينتموا بشكل واضح للحركة الماسونية، ويوسف وهبي كان يشرف على كتير من المحافل. وكان الهدف الرئيسي ليوسف وهبي بجانب الفن ان هو يجذب عدد كبير جدا من المشاهير والمعروفين للمحافل الماسونية او للحركات الماسونية، علشان المجتمع المصري في الوقت ده يتفاعل اكتر ويطمن اكتر لوجود المحافل الماسونية في مصر بشكل عادي. واحدة من اهم اهداف الماسونية هو السيطرة على عقول البشر وتغيير المفاهيم او السيطرة على المفاهيم في عقول البشر. نرجع بقى لقصة الفنان يوسف وهبي مع تجسيد شخصية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وداد عرفي الممثل والمنتج التركي اللي من أصول يهودية اللي جاله المسرح سنة 1926 بلغ يوسف وهبي بالتالي ان في مؤسسة ألمانية متخصصة في الانتاج السينمائي طلبت انها تنتج عمل سينمائي عن شخصية سيدنا محمد، وان هم اختاروا يوسف وهبي علشان يجسد شخصية سيدنا محمد امام العالم، علشان يوسف وهبي واحد من اكبر واقوى وممثلين المسرح في الوقت ده، وان المؤسسة خدت موافقة الحكومة التركية لان الفيلم ده كان انتاج مشترك بين تركيا والمانيا، وكان هيتم تصوير الفيلم بالكامل في فرنسا. الممثل التركي وداد عرفي بلغ يوسف وهبي ان مصطفى كمال اتاتورك وافق على انتاج الفيلم، وان لجنة كبار العلماء في اسطنبول كمان وافقت على انتاج الفيلم وتجسيد الفنان يوسف وهبي لشخصية سيدنا محمد في الفيلم. يوسف وهبي فرح جدا بالعرض اللي اتعرض عليه، وتم عمل مقابلة بعدها بيومين في سفارة ألمانيا في القاهرة، وتم الاتفاق مع يوسف وهبي وحصل على 10,000 جنيه كدفعة مقدمة لتجسيده شخصية سيدنا محمد في الفيلم. و10,000 جنيه سنة 1926 هو رقم كبير جدا جدا. الخبر اتسرب في الصحافة المصرية واتكتب الخبر بعنوان كارثة، بأن يوسف وهبي هيجسد شخصية سيدنا محمد، وأن يوسف وهبي بيستعد لتجسيد الشخصية، وأنه بدأ يكلم بعض المشايخ أصدقائه علشان يجيبوا له كل الاحاديث وكل المعلومات عن سيدنا محمد، علشان يحاول يقرب على قد ما يقدر لشخصيه سيدنا محمد في الفيلم. ولان الخبر ده نزل زي الكارثه بالظبط على المجتمع المصري، بدات كتير من اجهزه الدوله في الوقت ده تتحرك. اولها كان الازهر الشريف اللي بعت رساله لوزاره الداخليه بتطلب فيه بمنع يوسف وهبي من السفر ومنعه عن تجسيد شخصيه سيدنا محمد في الفيلم، وان يوسف وهبي لازم يتم التحقيق معاه. الملك فؤاد كمان
زمان بعت رسالة شديدة اللهجة ليوسف وهبي بيهدده فيها بسحب الجنسية المصرية من يوسف بيك وهبي. وزارة الداخلية استدعت يوسف وهبي، وبعد التحقيقات أرسلت وزارة الداخلية خطاب للأزهر الشريف بتأكد لها فيه إن يوسف وهبي اعتذر عن العمل، وإنه هيطلع بيان للصحيفة الرسمية يوضح فيها وجهة نظره، وإن هو اعتذر أصلا عن تقديم الفيلم احتراما للمجتمع واحتراما للأزهر الشريف. يوسف وهبي بعدها بيوم أصدر فعلا البيان، ووضح فيه إنه كان الهدف الرئيسي من تجسيد شخصية سيدنا محمد هو الدفاع عن الدين الإسلامي وتصحيح المفاهيم الخاطئة في المجتمعات الغربية عن الدين الإسلامي. لكن الأزهر الشريف بلغه إنه في غنى تماما عن الفنان يوسف وهبي إنه هو يدافع عن الدين الإسلامي أو يتصدر أصلا في المشهد، وتم إبلاغ الحكومة الفرنسية بشكل رسمي من الأزهر الشريف بضرورة وقف إنتاج العمل ده تماما. صحيح يوسف وهبي اعتذر عن العمل، لكن أكيد أهداف الفنان يوسف وهبي ما كانتش بسيطة قوي كده، وأكيد أهداف المحافل الماسونية ما كانتش برضو بالبساطة قوي كده علشان تنتج عمل سينمائي عن الدين الإسلامي بالضخامة دي. يوسف وهبي وعلاقته بالماسونية متشعبة وكبيرة جدا، ويوسف وهبي في حياته أصلا عبارة عن أسرار كتير، ويقال إن يوسف وهبي كان رئيس المحفل الماسوني في مصر، فعلشان كده اختياره لتجسيد شخصية سيدنا محمد في فيلم سينمائي أكيد ما جاش عن طريق الصدفة. سلام عليكم.